الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا به العمل مع الإخلاص لوجهك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، كنا ابتدأنا قبل رمضان بموضوع تطهير النجاسة ومعرفة النجاسات، وهذا هو يعني هذا الباب مهم جدا، لأن الطهارة يبنى عليها صحة الوضوء، والصلاة تبنى على صحة الوضوء، صحة الطهارة. فينبغي أن يتعلمها كل مسلم، يتعلم الطهارة وكيفية الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان الذي نصلي عليه. فإذا تعلم ذلك صار فقيها في هذا الجزء من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك، علمهم صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال أحد الصحابة، علمنا كيف نذهب إلى البول، وكيف نقضي حاجتنا، وكيف نتطهر من النجاسة، وعلمهم ما هي النجاسات. هذا هو ديننا، لا ليس هنالك يعني لأن يستحي الإنسان، فلا بد من الطهارة، ولا بد من أن يسأل الإنسان إن كان رجلا أو امرأة، يسأل عن الطهارة حتى تكون عبادته مبنية على شيء صحيح. نعم، قال هنا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. دول مسائل قرأناهم قبل رمضان، وأنا الآن أعيدهم لربط الموضوع مع بعضه. إذن لابد من الطهارة للمصلي. قال: لا، تطهير النجاسة واجب، واجب من بدن المصلي، يعني لا يكون على جسده شيء لاصق بجسمه منها النجاسة على بدنه، وثوبه ثوب طاهر والبدن طاهر، والمكان الذي يصلي عليه ما بصير يصلي على أرض نجسي أو سجاد نجسي. ويجوز تطهير النجاسة بالماء المطلق. شو الماء المطلق؟ قلنا الماء الذي بقي على خلقته كما خلقه الله تعالى، إن كان ماء مطر أو ماء ثلج أو ماء برد أو ماء نبع أو ماء بئر أو ماء نهر أو ماء بحر، على ما خلقه الله تعالى. ويجوز تطهير النجاسة بالماء المطلق وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد والماء المستعمل. الفقهاء يقولون تطهير النجاسة بكل مائع قالع، مائع قالع. المائع الطاهر يعني هذا ذكر منه الماء المطلق، وكالخل، الخل مائع ويخلع النجاسة. وإذا كان يعني ثوب مثلا قطن وغسلناه بالخل، فلو عصرناه فينعصر الخل. أما هل يمكن إزالة النجاسة مثلا بلبن أو حليب؟ لا يمكن، لأنه غير قالع، يكون مائع قالع. نعم، وكالخل وماء الورد والماء المستعمل. الماء المستعمل اللي نحن توضينا فيه، الماء توضينا منه ثم جمعناه
فهو اللي نزل من على أعضاء الوضوء، فهذا طاهر ومطهر للنجاسة، ولكن غير لا يستعمل في الوضوء مرة ثانية. طيب، وماء الورد والماء المستعمل، وإذا أصابت الخف نجاسة لها جرم، نعم، إذا كان نجاسة إلى جرم، فدلكه في الأرض جاز. الحذاء يعني كان قديما يستعملون أو يصنعون الأحذية من الجلود، من جلود الحيوانات، وهذا اللي يسموه العوام، شو بسموه؟ بسموه النعل، ماشي. أما الأحذية الحديثة فمصنوعة من المطاط المصبوب صب، أو اللاستيك المصبوب، وهذا عبارة عن يعني بيصنعوه على شكل مكعبات تكون بأسفل القدم، تكون بأسفل النعل. هذه لا تطهر بالدلك بالأرض، لأنه ما بين المكعبات هذه تبقى جزء من النجاسة، فلذلك هذا النوع لا بد من غسله للتأكد من زوال النجاسة من بين هذه المكعبات. نعم، أما إذا كان حذاء يعني صناعة وأسفل الحذاء نعل من الجلد الأملس، من الجلد غير مكعب أو غير ما في فراغات، فهذا إذا إنسان داس على نجاسة ثم جفت ففركها في الأرض تطهر ويصير هذا الحذاء طاهرا. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، وإذا أصابت الخف نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز. خلصنا الموضوع، هذا الموضوع. والمني نجس يجب غسله غسل رطبه، فإذا جف عن الثوب أجزأ فيه الفرق. تذكروا ذكرت أنا موضوع مني الرجال، مني ابن آدم، قلت عند المذاهب الثلاثة أنه طاهر، مني ابن آدم طاهر لأنه أصل خلقة ابن آدم. فالمني عند الأحناف نجس، ولكن إذا رطبا يغسل، وإذا جف يطهر بالفرك. إذا كان صار جافا بيفرك الثوب فيطهر، أما إذا كان لا يزال رطبا فيحتاج إلى غسل. شغل هالنوع. نعم، وبكل مائع طاهر يمكن. والمني نجس يجب غسل رطبه، فإذا جف على الثوب أجزأ فرقه. هاي يعني من السنة، كانت عائشة أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المني، كانت إما أن تغسله بالقرص وإما أن تفركه إذا صار جافا. قال: والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحها. كمان هاي المسألة ذكرناها، إذا كان أصاب يعني شيء جسم ثقيل، اسمه ثقيل، مثل المرآة، مثل السكين، مثل السيف، هذا ثقيل، إذا أصابه الدم يكتفى بمسحه، جيب خرقة قماش نظيف نمسحه بيطهر. إذا أصاب الزجاج، المرآة اللي نرى وجهنا داخلها، ما هي مرآة، إذا أصابها جزء من النجاسة أو دم فتطهر بالمسح. ليه؟ لأنه هذا ثقيل فلا يتخللها النجاسة، وإنما إذا مسحناها تذهب جميع أجزاء النجاسة ولا يبقى شيء متعلقا بهذا الجسم. نعم، وإذا أصابت النجاسة، إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحها،
وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها، جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها. طيب، كمان هذه أرض، كمان نقول أرض يعني أرض ترابية، أو أرض رخام أو سيراميك، ماشي، أو بلاط، أو مصنوعة من العدس، العدس اللي يعني الإسمنت الناعم. لا، الأرض اللي مقصود فيها هنا أي الأرض الترابية. إذا أصابتها يعني طفل بول أو رجل كبير بول في مكان، ولكن الأول هذا أصابته الشمس فجف، جاءت الريح فطيرت الغبار والذرة وذرات التراب، فصارت الأرض شكلها طاهرة، رجعت طاهرة مثل ما كانت، إلا أنه لا يتيمم بنفس النقطة. الأرض كبيرة، أرض الله واسعة، ما جاء باله يتيمم إلا بهالنقطة هاي، لا. ولذلك لو يعني مثلا عم يصلوا وحكمت صلاته فوق أرض يعني كانت نجسة وتشمست وطهرت، فيتصحت الصلاة عليها. أما أنه يتيمم من نفس النقطة فلا. نعم. وإذا صارت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها، جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها. ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر، هاي نجاسات مغلظة، مقدار فما دونه جازت الصلاة معه، فإن زاد. نعم، هاي نجاسات مغلظة ولكنها مائعة، فإذا كان ويعني نقطة ثم فشت، قديش؟ قال قدر الدرهم. قديش الدرهم؟ قال الدرهم يعني قد مقعر الكف. لا، لو إنسان شد حطينا هون ماء فإن الماء يبقى ما بينكب، لقد ما تشد إيدك إلا ما يبقى مقعر هنا يا نور، هذا المقعر يعني مقياس، فالدائرة اللي قد مقعر الكف أو أصغر، إذا إجت نقطة مثلا بول أو دم فأخذت هالحجم هذا أو أقل فمعفي عنه، ماشي. أما إذا صارت بقدر هالمقعر هذا، بقدر مقعر الكف أو أكثر، صارت نجسة تحتاج إلى تطهير. نعم. طيب، إذا كان مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه، مقدار مقعر كف أو نقول مقدار الدرهم أو ما دون الدرهم، درهم فما دونه، شو بصير؟ صحت مع الصلاة، هذا نجاسي معفي عنه. طيب، فإن زاد لم تجز حتى تغسل. وإن أصابته أي ثوب نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه. هلا مسألة أيضا مرت معنا، بول وروس ما يؤكل لحمه، يعني الغنم يؤكل لحمه، فبول الغنم طاهر عند الشافعية والحنابلة والمالكية، نفس الشيء بول الغنم طاهر، ليه؟ لأنه يؤكل لحمه. عند الأحناف هذا نجاسة مخففة وليس طهارة. طيب، الحنابلة أو الشافعية ليش قالوا إنه ليش قالوا انه طاهر؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة جاءت إلى المدينة من عرنة. شو عرنة؟ قبيلة، قبيلة اسمها عرنة. جاءوا العرنيين إلى المدينة، فصار عند منهم مثل التهاب بجوفهم بأمعائهم، فتضررت أمعائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجلسوا، إن كان واحد 7 8 10 يجلسوا عند إبل الصدقة، محل ما في إبل، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، من ألبانها وأبوالها. كام يوم؟ 10 أيام، أسبوعين. شوفوا من هذا المرء شفاه الله، يعني شفاء كامل. كانت في إحدى الطبيبات السعوديات قدمت بحث كامل للجامعة عن الشفاء بألبان الإبل وأبوالها، وأخذت بذلك يعني سبق طبي وماجستير بهالمادة هاي، يعني أخذت لسانس طب وأخذت بعد منه ماجستير بدراستها وتحليلها للبن وللبول، لأنه بعض العلمانيين يعني ينتقدون ذلك انتقادا شديدا، أنه كيف يعني النبي يأمر بشرب أبوال الإبل وشرب يعني ألبان مع أبواله، وهذا من جهلهم. وكثير أنا أعرف أخ في جدة جاءه هذا الالتهاب الوباء الكبدي، فعالجه كثير بالدواء ما شفي منه. فأحد الأخوة قال جرب الوصف اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، فجربها فشافاه الله تعالى وعافاه. في 2، واحد لا يزال موجود بجدة، واحد يسكن هنا عندنا في بشر شهير بالبوليفار، مرت فيها الفترة هاي وفترة من الزمن شرب هذا الشيء فعافاه الله وشافاه. فمسألة مجرد. أنا أذكر ذلك لأن بعض الناس يتأففون، يقول كيف يشربون الإبل إذا كانت مادة الله سبحانه وتعالى جعلها طاهرة وجعلها معقمة ونظيفة ومعقمة، معقمة ومعقمة، هي معقمة وبتعقم المرض يعني تكون سببا في الشفاء. فالحمد لله رب العالمين. إذا أصابت الثوب نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه، طيب جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب. ربع الثوب، ربع الثوب يعني هذا ثوب كامل، قديش ربعه؟ قدره بمقداره، مثلا من عند آخره لعند الركب هذا ربع، لوسطه ربع ثاني، للصدر ربع ثالث، للأخير ربع رابع، وهكذا يقدر الثوب بقدره. فإذا أصابته النجاسة بكثيرة أو قليلة وكانت يعني رزاز أو أكثر، فإذا كانت دون ربع الثوب فيصح، شو يصح؟ يصح الصلاة بهذا الثوب، جاز الصلاة معه ما لم يبلغ هذه النجاسة المخففة ربع الثوب. طيب، وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين. طيب، قلنا إذا كانت نجاسة مخففة، إذا كانت نجاسة يجب غسلها، فشلون نغسلها؟ قال هنا على مولو، على وجهين، يعني طريقتين. فما كان له منها عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته. يعني نقطة دم كبيرة، قلنا إذا كانت دون
دون مقعر الكاف ما في عنا، إذا كانت نقطة هكذا ما في عنا. أما إذا كانت إجت نقطة كبيرة وفشت على الثوب وبين الثوب في عليه دائرة من الدم، شلون ننطهره؟ نغسله حتى إيش؟ حتى تزول عين النجاسة، ما عاد يبقى لها أثر، فيطهر الثوب. أحياناً بعض النجاسات لو غسلتها خاصة الدم، يعني تغسله يبقى له جزء، تغسله ثاني مرة ثالث مرة إلا ما يبقى له يعني أثر بسيط، فهذا يرفع عنه. إذا غسلناه مرة وثنتين ثلاثة وغسلناه بمادة مثلاً مثل الصابون أو ما شابه ذلك من أدوات التنظيف ومع ذلك بقي أثر، فهذا الأثر شو نقول عنه؟ ما عفى عنه، الله يبارك فيك. طيب، فما كان له من عين مرئية فطهارتها زوال عينها، إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته. إذا بقى شيء يشق إزالته، شو بصير؟ بصير معفي عنه. قال: وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. إذا كان أصابت الثوب، إذا أصابت الثوب نجاسة غير مرئية، شو غير مرئية؟ يعني نشف محل النجاسة، نشف وما ظهر له أثر، بس أنا متيقن إنه هون إجا النجاسة، والنجاسة كانت هكذا ماشي كبيرة، ولكن لما نشفت ما تركت أثر. مثل أحيانا نوع من الكحول أو نوع من الخمر أو نوع لنفرض بول طفل صغير، يعني إذا نشف ما بقى له أثر، فهذا شلون بنساوي؟ نغسله مرة وثنتين وثلاثة حتى يعني يغلب على ظننا أنه إيش؟ أنه قد طهر، أنه قد طهر، زالت النجاسة. طيب، وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. طيب، والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه. هلا خلصنا من تطهير النجاسة عن الأشياء الثقيلة وغير الثقيلة، الثقيلة يعني الناعمة، وخلصنا من إزالة النجاسة عن القماش وعن الثوب وعن البدن. الآن يعني جينا لإزالة النجاسة اللي هي بعد الغائط وبعد البول. إذا إنسان ذهب إلى الغائط وجب عليه أن يطهر محل خروج الغائط، ما يبقى على جسده، وكذلك البول. قال هنا: والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر. نعم، ما كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناديل، ما هي؟ ما كان في مناديل لا كلينكس ولا غيره، ولا كان في يعني نوع من انواع بعض انواع الكرتون اللي بيمتص الماء. فلذلك قال: يجزئ فيه الحجر. كان إذا أحدهم يعني خرج إلى البول يخرج يأخذ معه حجارة من نوع اللي بيمتص الماء، فيستخدم الحجر في إزالة البول عن مكانه مرة ومرة ومرة، أقل شيء ثلاث مرات. فإذا وجد أنه بعد ثلاث مرات رد خرج بول جديد فأيضا يمسحه، إذا صار أراب مرة حتى يطهر المكان. نعم، وما إذا يجزي الحجر وما قام مقامه. وما قام مقامه، شو بيقوم مقام الحجر فيستخدمه؟ شوفوا هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستنجاء سنة مؤكدة للرجال والنساء، يجزئ فيه لإقامة السنة الحجر وما قام مقامه.
من كل عين طاهرة قالعة غير محترمة. غير محترمة يعني لو فرضنا مادة يأكلها الجن أو يأكلها نوع من الحيوان، ما بجوز إنه نستخدمها، ماشي؟ ولا حتى مثلا في البعر، البعر إذا صار بعر الجمل مثلا إذا نشف بغب الرطوبة، ولكن هذا البعر ما بصح أن يستنجي به الإنسان. طيب، إذا من كل عين طاهرة قالعة غير محترمة ولا متقومة، متقومة لها قيمة. هلا اليوم هاي المناديل لها قيمة، ولكن القيمة للمجموعة الكبيرة، مثلا مجموعة من هاي المناديل ثمنها مثلا 3 ليرات أو 4 ليرات. أما إذا أخذت كل منديل لوحده قديش قيمته؟ يعني المجمع كله حقه 3 ليرات أو 4 ليرات. أما لو أنت بدك تشتري منديل واحد قديش بيجي ثمنه هذا؟ قليل، قليل لا يعني. يعني لذلك يعني ثمنه زهيد، لذلك يصح أن نستخدمه في موضوع إزالة النجاسة، في موضوع تطهير المكان. طيب، إذا ولا متقومة كمدر، كمدر قال المدر يعني قطع الطين اليابس أو التراب المتلبد. نعم، إذا كان إنسان وجد قطع الطين متجمد يابس يصح أنه يستخدمها في إزالة البول أو الغائط، صح؟ صح، نعم. طيب، ولم تقوم كمدر يمسحه أي يمسح المخرج حتى ينقيه، لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود. شو يعتبر؟ يعتبر المقصود. شو المقصود؟ المقصود طهارة المكان، خرج إلى البول بده يطهر المكان. قالوا الماء، لو إنسان ما استخدم غير الماء بعد البول انتظر حتى تتناهى يعني القطرات يضغط على مجرى البول، حتى إذا باقي شيء من في مجرى البول فبالضغط عليه مرة ومرة ومرة، 3 مرات يكفيه. أما إذا بده يرد يعني يدلك مرة الرابعة والخامسة والسابعة هذه شغلة ما بتخلص، ماشي؟ فبيدلك مرة، بيضغط على مجرى البول مرة ومرة ومرة، ثم يعني يمسح ما خرج من البول بقماش أو بمنديل أو بحجر أو بمدى، كل ذلك جاهز. ليه؟ لأنه يمتص هذا البول أو هذا الغائط، يستطيع أن يزيله. أما لا يستخدم جسما ثقيلا، لأنه إذا استخدم الجسم الثقيل فإنه يزيد حجم النجاسة ولا يمتصها هذا الجسم الثقيل. يعني لو رأى في الأرض قطعة تشبه السيراميك، ماشي؟ قطعة تشبه السيراميك، السيراميك يعني ما يمتص الماء ولا يمتص البول. في نوع أنواع يمكن أن تمتص، في أنواع ما تمتص لأنها مثل الزجاج، فلذلك هذا ما بمشي حاله. نعم، وإنما إذا أراد أن يضعه على موطن البول ربما يزيد حجم النجاسة، يزيد مكان النجاسة، فلذلك هذا يكون يعني قالع للنجاسة ويكون يستطيع أن يمتصها. طيب، يمسحه أي المخرج حتى ينقيه، لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود، وليس فيه عدد مسنون. ما في عدد مسنون لاستعمال المنديل، قديش ممكن مرة اثنتين ثلاثة بينقد محل. أما إذا بعد 3 مرات لاحظ أنه خرج بول
بيستخدموا أربعة. إذا لاحظ بعض الأربعة أنه قرر يستخدموا خمسة. أما الأصل ما له، ما في عدد ورد يعني معين في السنة إلا أنه نقول ثلاث مرات وبعدها يعني ينقى المكان. نعم، وليس فيه استنداءات المسنون بل مستحب، فيستحب الثلاث إن حصل التنظيف بما دونها، وإلا جعلها وترا. شلون جعلها وترا؟ يعني إما أن ينظف من ثلاث أو خمس أو سبعة ولا يعني يزيد بعد ذلك. طيب، وغسله أي غسل المخرج بالماء بعد الإنقاء بالحجر أولا وهو الأفضل. شو الأفضل؟ الأفضل أنه يستخدم المنديل أو الحجر مرة مرتين ثلاثة ثم يستخدم الماء، وهذا الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. وغسله بالماء بعد الإنقاء بالحجر أولا أفضل إذا كان بلا كشف عورة عند من يراه. بلا كشف عورة، يعني قديما العرب قديما حتى بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون يعني بناء المراحيض في العمارات أو في البيوت، وإنما كانوا يخرجون إلى الصحراء لقضاء حوائجهم. ولكن لما اتسعت الدنيا واتسعت المدينة، وين الناس بده يمشوا؟ إذا مشي 20 كيلومتر 30 كيلومتر جزء ما يوصل لمحل ما فيه بناء، فلذلك رجعوا إلى بناء المراحيض دورات المياه في البيوت، وصارت يعني على شكل جيد وعلى شكل نظيف وطاهر، ويستخدمون فيها المياه وتكون مكانا لتطهير الإنسان، يعني يطهر نفسه. طيب، وليس فيه الاستنجاء عدد مستون بل مستحب، وغسله بالماء بعد الإنقاء بالحجر أفضل. فإن تجاوزت النجاسة مخرجها كان المتجاوز بانفراده لسقوط اعتبار ذلك الموضع أكثر من الدرهم، لم يجز فيه أي في طهارته إلا الماء أو المائع، ولا يطهر بالحجر لأنه من باب إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن. تخيلوا صورة النظافة، أنه إذا كان البول خرج من مخرجه وسال على الجدار على الجلد الخارجي، فهذا صار ما تجزئه. شو ما تجزئه؟ الحجر. الحجر أو الورق هذا ما عاد تجزئه، لأنه صار في جزء خارجي متنجس، فلا بد من الماء. كذلك الإنسان إذا خرج للغائط وكان بطنه لينا أو عنده إسهال، فغالبا فإن الخارج يعني يتسع مع شقي جسمه من اليمين واليسار، فهذا مع جزء الحجر أو الورق صار لابد من استخدام الماء. واضحة الصورة، ما تحتاج شرح. يعني الإنسان لما يكون الغائط بيخرج بشكل طبيعي ما بيتجاوز مكان الخروج، أما إذا خرج وهو كالماء من شدة الإسهال فإنه يعني يصيب الجانبين ويحتاج إلى الغسل والطهارة. طيب، ولا يستنجي بعظم ولا بروث لورود النهي عنه. ولا يستنجي بعظم ولا بروث، ليه؟ قال: جاء وفد من الجن عند النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه. شو شكوا؟ شكوا إليه قلة الطعام. يا رسول الله ما عم لاقي طعام. ف
فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بدعوة أنهم لا يجدوا عظما إلا أعاد الله لهم اللحم عليه كما كان، ولا يجدوا روسة، روث اللي أكل الغنم أو الروث اللي أكل الإبل، هذه أصلها حبوب وطعام، فإذا وجدوها أعادها الله لهم كما كانت حبوبا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه طيب قال كل لحم، نعم كل لحم. طيب هل في فرق بين الجن المسلم والجن الكافر؟ في فرق بيناتهم؟ إيه نعم في فرق. فإذا أنت أكلت، لنفرض اشترينا دجاجة مشوية ولا مقلية ولا بروست مقلية، وأكلنا نحن اللحم، ولما نحن بدنا نرمي العظم، رمينا العظم قلنا بسم الله، فهذا العظم بيبقى محجوز للجن المسلم، ما بياخذوا غير الجن المسلم لأنك ذكرت اسم الله عليه. أما إذا قلت، إذا رميت العظم وما قلت بسم الله، فبياكلوا أي جن كان مسلم ولا كافر. فنحن حرصا على أنه نحتفظ بهذا الطعام للجن المسلم، شو بنقول عند رمي العظام؟ شو بنقول؟ بسم الله. أنت عزمتنا، جبت لحمة خروف، جبت فخذة خروف، جبت صدر خروف، هذا يعني وسلقته بالماء صار اسمه لحم مسلوق، وطعميتنا إياه. العظمات بالأخير شو بدك تساوي فيهم؟ ما بتاكلوا مع البشر. فنحن بدنا ناخذهم نرميهم بمكان القمامة. شو بدنا نقول؟ حتى بالرمي؟ قال نعم حتى بالرمي نرميهم، قول بسم الله، كأنه قدمناهم خاص للجن المسلم، وإذا إجا الجن الكافر بده ياخذ منهم نقول له ما لك نصيب فيهم. ماشي؟ وهذا من فضل الله تعالى أن يعيد لهم اللحم كما كان. شلون كان قبل ما ناكله نحن؟ لحم كامل، فالله تعالى يعيده لهم مثل ما كان. نعم. ولا يستنجي بعظم، هاي العظم ماشي. ليش ما يستنجي بعظم؟ لأنه طعام إخواننا الجار. نعم. ولا برأس لورود النهي عنه، ولا بطعام لآدمي أو بهيمة. ولا طعام لآدم، يعني والعياذ بالله قطعة خبز يابسة يستخدمها مسلم يخاف الله يستخدمها بمسح النجاسة، هذا المسلم ما مستحيل يفعل ذلك. فإذا كان يعني طعام لآدم فهذا لا يفعله أبدا. أو بهيمة، طعام لبهيمة، نعم، لأنه إتلاف وإهانة وتعدي على نعم الله. نعم. ولا بيمينه، لا يستنجي بعظم ولا بروس ولا بيمينه. إذن اليمين، اليد اليمين مكرمة، اليد اليمين مكرمة، ما بيستخدمها بالاستنجاء، وإنما الاستنجاء يستخدمه باليد اليسرى. ما هيك نوح استخدم الاستنجاء باليد اليسرى وليس باليد اليمنى. نعم. ولورود النهي عنه، يرود النهي عن ذلك أن يستخدم يده اليمنى. طيب إلا من عذر، واحد عند منه جرح باليد اليسرى، جرح كبير وعلاه ضمان، نقول له لا ما بصير تستخدم اليد اليمنى بالاستنجاء. طيب واليسرى جرح كبير وهي ضماء أو مكسورة عليها جبارة، إذا صار في عذر، فإذا صار في عذر فشو بنساوي؟ العذر يبيح، فيستخدم يده اليمنى في موضوع الطهارة. طيب إلا من عذر باليسرى يمنع الاستنجاء بها، فيستخدم اليد اليمنى. طيب فهذا الدرس
يعني هذا الدرس إعادة لكل شيء تكلمناه قبل رمضان عن موضوع النجاسة وإزالتها. وإن شاء الله إن شاء الله في درسنا القادم في الفقه سنتكلم عن أحكام الصلاة. قولوا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.